شاء الله. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. عام دراسي جديد. انا اسمي دكتور عمر حسين، يمكن شايفيني بالقسم او لا. ان شاء الله راح اخذكم هذه الماده اسمها داتا كوميونيكيشن. اتمنى ان شاء الله تتعلموا منها ولو شيء قليل، لان هذه الماده اختصاص تو نتورك انجينيرنج. راح تشتغلون على الداتا وعلى تشتغلون على الكونفجريشن للنتورك، والداتا كوميونيكيشن تعتبر واحده من المواد الاساسيه عندكم، ليس من المواد التكميليه. راح نحاول قدر الامكان انه ناخذ هذه الماده نتعلم من عندها شنو المصطلحات، التعريفات، شلون نشتغل، شنو معنى داتا، كثير من التفاصيل ان شاء الله. اتمنى في نهايه الكورس ان تتعلمون منها، واتمنى في نهايه كل محاضره ان تتعلمون من المحاضره اللي نعطيها. المحاضره اللي نعطيها في جو تفاعلي، يعني اي واحد باي وقت ممكن يسال او ممكن يعني يتداخل بملاحظه. انا احب اللي يجيب لنا معلومات، اخبار جديده، يثري الماده اللي نعطيها ان شاء الله. واللي يريد يعني عنده شيء اضافه ممكن اثناء المحاضره بالزوم يرفع ايده ونسمح له انه يتكلم، او اللي يريد بالكلاس بالجوجل كلاس روم عنده خبر يريد ينشره، تقرير هو سواه، فشيء سمعه الى علاقه بالماده، انا عادي اقبل بكل رحابه صدر، ما عندي اي مشكله. ممكن تنشرون، وانا فعلت هاي الخاصيه بالسيتنج للكلاس انه ممكن الطلاب انه يشيرون الشغلات اللي هم يشوفونها متعلقه بالماده حتى الطلاب الاخرين زملائهم يستفادون ان شاء الله. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايضا هسه قبل ما نبلش بامكانكم الان انه كل واحد من يمنا يفتح المايك، ايضا فعلت الكمال الصلاحيه باعتبار انه ما يحتاج الا من يمي، ان شاء الله مسيطرين على الوضع. اوكي، وبالنسبه للاسماء قلت لكم الاسماء تكون باللغه العربيه الثلاثيه، لان الزوم انا عندي اشتراك بالزوم ويسوي لي ارشفه الكترونيه لكل محاضره. يعني انا اجي ورا شهر اقول له داونلود للاتندنس، يعطيني اكسل شيت كل اللي طبوا بهذا الوقت وكم ساعه طبوا كم دقيقه بالاسماء الثلاثيه. لما يكون الاسم ثلاثي واضح راح يتارشف الحضور اوتوماتيكا، من يصير الاسم انجليزي عربي احتمال يضيع على الطالب. فاتمنى ان شاء الله بهذا الكلاس وايضا في الكلاسات الاخرى لباقي زملائي التدريسيين انه تحرصون على الاسماء مالتهم بالعربي. انا اشوف اخو عبد الهادي باسم، باسمي بالانجليزي يسوي عربي، اسراء صبح ثنائي يسوي ثلاثي، حسن جواد اوكي، حتى نور الزهراء على اعتقد نور الزهراء يمكن مركب ثاني هذا اسم ثلاثي، وتقدرون تغيرون منكم ان شاء الله بسيط ان شاء الله. زين نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. داتا كوميونيكيشن شنو معناها؟ نعم، داتا كوميونيكيشن المصطلح كوميونيكيشن او كوميونيكيت الى ترجمتين. احنا بالهندسه نترجم الكوميونيكيشن على انه هي اتصالات، لكن في كليات الاداب وكليات الانسانيه يترجمون الكوميونيكيشن على انه تواصل او لغه التواصل. يعني من يقولون شخص كوميونيكيت ويا شخص اخر معناته هذا الشخص يحكي ويا الشخص الثاني، بينما احنا بالهندسه نفسرها مور تكنيكال، يعني اكثر ندخل بها تقنيا نقول كوميونيكيشن. هي نفس الفكره نفس الكونسيبت نفس المبدا، لكن احنا الان ندخل بتفاصيل اكثر اللي هي مساله الاتصال والتواصل. فعندنا الان اول مصطلح راح نعرفه الكوميونيكيشن، ومن عنده تطلع عندنا كلمه اخرى اللي هي تيلي كوميونيكيشن. تيلي هاي تي اي ال اي، هذا مصطلح من يدخل على الكلمه يضيف لها خاصيه العن بعد، مثل ما نقول تيلي فيجن اللي هو التلفزيون، معناته شنو؟ فيجن معناته رؤيه، تلفزيون معناتها الرؤيه عن بعد، وبالتالي اكو شيء بالبيت جهاز من التلفزيون تباوعين على شيء او مباوع على شيء، مثلا لعبه تجري الان لايف باسبانيا ريال مدريد وبرشلونه، احنا نباوع عليها بالبيت، فهذا الجهاز ينقل لنا الرؤيه عن بعد، يعني يجيب لنا الصوره يخليها هنا، فتلفزيون. ايضا مصطلح التلي كوميونيكيشن هي مساله الاتصالات، ومساله الاتصالات عن بعد، وكيف اني شخصين متباعدين، واحد بامريكا، واحد بالصين مثلا، واحد بالعراق، وواحد كندا،
بيناتهم آلاف الكيلومترات، شلون أخليهم يتواصلون بيناتهم؟ اللي هي تيرم كوميونيكيشن مين كوميونيكيشن ات ديستانس. يعني أنا هنا عندي ديستانس اللي هي المسافة موجودة. أما ذا وورد يعني كلمة داتا ريفير تو انفورميشن بريزنتد ان وات ايفر فورم از اجريد ابون باي بارتيز كرييتنج اند يوزينج ذا داتا. الداتا هي المعلومات اللي تنقل بين دول الطرفين اللي قاعد يسوي بيناتهم اتصال. وانا اسميها انفورميشن ليش؟ لان احنا ما نعرف شنو شكل هاي الانفورميشن. ثم الواحد يدز للثاني صوره، يدز له فيديو، يدز له كلام، يدز له تكست، يدز له سيجنال. ما نعرف شلون يصير شنو الداتا. فلهذا يسموها اسم عام انفورميشن. داتا كوميونيكيشن ار ذا اكسشينج اوف داتا بين تو ديفايسز فيا سم فورم اوف ترانسفور of transmission media such as a wire cable. إذن communication, data communication لا هي عملية تحويل exchange يعني تحويل الداتا بين two devices يعني بين جهازين via some form of transmission عن طريق بعض الأشكال من التحويل أو من التغيير. Form of transmission media. Transmission media قدرة transmission media يعني طرف الناقل. إذا أني بالداتا كوميونيكيشن راح أسوي اكسشينج للداتا، أنقل داتا بين هذول الطرفين اللي تواصل بيناتهم عن طريق فيا يعني بواسطة أو عن طريق فيا some form of transmission media وسط ناقل such as wire cable. جزء هذول الطرفين راح وسط الآخر، جزء هذول الطرفين بيناتهم آلاف الكيلومترات فما أعرف حسب الكونفجريشن اللي أنتم تسووه باعتباركم نتورك انجينيرنج حسب الرابط اللي راح يصير. وبعدين اجي اربط اظني النوتس. مثلا اليوم بالكليه طلبنا منكم تسوون نتورك، زين اريد نتورك بكل قاعه دراسيه اكو حاسبه، زين اريد اكو حاسبه بمكتب العميد بحيث انه يدخل عليها يعني هو يشوف كل الحاسبات اللي موجوده بكل القاعات الدراسيه ولا ما. فانتم تجون تربطون هذه الحاسبات مع بعض البعض وكيفكم يصير رابط بالواي فاي كترانزميشن ميديا اقصد يعني كطرف ناقل البيانات هذا او بالكيبل يو تي بي او حسب ما انت تتوقع. فالترانزميشن ميديا هو وسط ناقل اللي يربط هذه الاجهزه مع بعض. اوكي زين. التوبيك ديسكاست ان ذيس سكشن راح نشوف هسه ان شاء الله شنو الشغلات اللي راح نناقشها أكثر. خلينا نمسح من السوالف. أوكي. إذا إحنا الآن حتى نأسس نقل مالتي أو أسس سيستم خاص بالكوميونيكيشن لازم أعرف شنو الكومبوننت الرئيسية. الكومبوننت معناته شنو هي مو يعني شلون نقول مو معناته الأجهزة أو الأدوات، شنو هي العناصر الرئيسية اللي انا لازم اوفرها بهذا السيستم اللي هو يشتغل بالكوميونيكيشن. يعني شنو العناصر الرئيسيه اللي انا لازم اسويها حتى احقق كوميونيكيشن بين جهازين. ركزوا وياي بهذا الموضوع رجاء، لان معلومات جديده اعتقد بالنسبه لكم ومهمه ولازم من هسه تتعلمون عليها. اوكي اولا احدد هو منو السندر. انا لازم عندي طبيعه الحال من اريد ارسل بيانات لازم اكو جهاز او طرف يرسل البيانات، ومن جهه اخرى عندي طرف ثاني هو يسوي ريسيف للبيانات. لازم واحد يحكي واحد يسمع واحد، بعدين ممكن الريسيفر يتحول الى سندر والسندر يتحول الى ريسيفر. لكن انا في جزئيه عمل سيستم يتعلق بالداتا كوميونيكيشن عندي سندر، لازم احدد من السندر، احدد من الريسيفر، بعدين اجي اربط بيناتهم ميديوم قلنا عليه الوسط الناقل. ورا ما حددت السندر وحددت الرسيفر جيت سويت الميديوم اللي هو الطرف الناقل او 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 يعني او 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 يعني الوسط الناقل. معناته شلون اني سويت شارع بين السندر وبين الرسيفر، راح اخلي السياره تمشي عليه، حددت الاتجاه مالته، والان انا جاهز في مساله نقل الداتا. الداتا هنا راح اسميها مسج. هذا رقم 4 راح يصير عندي مسج. زين هذا المسج هي موجوده حتى انقل بها بين الداتا وبين الريسيفر. بعدين عندي تجيني نقطه كلش مهمه هي البروتوكول رقم 5. البروتوكول شنو؟
بعد ما عرفت السندر وبعد ما خليت الرسيفر وحددت الوسط الناقل وجبت المسج اردن قال لحظه اتجاه السهم، هذا اتجاه السهم مهم، من رايح المسج هيك يعني هذا سندر وهذا رسيفر. اوكي فالان اني يعني بس حبيت اوضحك النقطه. الان نجي للبروتوكول. البروتوكول شنو؟ البروتوكول معناته يعني بالمختصر المفيد سيت اوف رولز. يعني البروتوكول هو عباره عن مجموعه من القوانين. هاي الرولز شنو هاي القوانين؟ ليش تفيدني؟ هاي القوانين تفيدني تقول للسندر ارسل الان لترسل، هذا حجم البيانات، اذا عنده بيانات كبيره شلون يقطعها يرسلها يستلم، اذا البيانات ما وصلت للرسيفر يعيد الارسال لو ما يعيد. هاي تيجي حسب شيء يسموه كوميونيكيشن بروتوكول، هاي داخلها يسموها رولز. كل شغله من دنيا لها رولز. انا ارسلت بيانات للرسيفر ما وصلت، شو اسوي؟ اعيد ارسالها؟ اكو بروتوكول يقول له عيد، اكو بروتوكول يقول له لا اترك الموضوع ارسل الاخرى يا اخريات. فهذه نسميها بروتوكول. وهذه البروتوكولات كلش مهمة تعرفوها الآن، اللي هي من إذا اسمها واي فاي، الماي ماكس سابقا، حتى نقدر نقول 3G 4G LTE، هاي كلها عبارة عن أكيد هي 5G تكنولوجي يعني تعتبر، لكن البروتوكولات هي اللي صارت هنا على الجي اس ام بعد شنو مجموعة كبيرة من الكوميونيكيشن بروتوكول هي تحدده. وكل بروتوكول إلى يعني مثلا يغطي ديستانس معين، إذا كان كلمة ديستانس ديستانس معين يحددها هذا البروتوكول. فبالتالي أنا يعني حتى أشتغل وأسس سيستم بخاصية الكوميونيكيشن أولا اللي هي الاتصال، وبعدين أنقل بيه داتا، أحتاج هاي الخمس نقاط: سندر، ريسيفر، ترانزميشن ميديا، مسج، اند بروتوكول. هاي كلش مهمة تخليها تطلع. الى هنا اكو سؤال استفسار قبل ما ننطلق بعد؟ يعني ما اريد احكي واحد حتى لا اسال ان شاء الله من اللي. اكو سؤال استفسار؟ بس شوي الصوت يعني صوت اسمع. شنو مطلوب؟ مطلوب كله يعني كرسم او فهم مطلوب، يعني واحد موقعه وشنو وظيفته طبعا هي طبعا هي. مطلوب الرسم، مطلوب الشرح، مطلوب الفهم. شوف اني يمكن هاي يمكن اول مره ادرسكم اخذكم محاضرات. انا بالنسبه لي يعني صراحه كلش اتعقد من هذا السؤال، هذا نقرا، هذا نحفظه، هذا نقرا للنص. انا من فكره الكلاس اللي اعطي انه انا ما جاي القنكم مواد او معلومات على مود تروحون تحفظوها وتجاوبون بالاسئله وتنجحون، وها هي انا بدي اعطيكم معلومات على مود تتعلمون. احنا الان بنتعلم، انا طالب اللي يكتب لي سطر واحد بس بصيغه هو كاتبها مثلا بتوصل الفكره افضل من واحد يكتب لي نص صفحه زين وما دا افتهم شريط. انا احب الطالب اللي هو يفتهم، عندي الفهم نقطه رئيسيه يعني اساسيه. فاحنا اليوم بدنا نشرح هاي المواد. انا الهدف الرئيسي انه اعلمكم هاي المصطلحات، وايضا انا اتعلم من عندكم. اليوم التعليم الالكتروني انطانا مساحه كبيره انه الطالب ايضا يجتهد، يسوي تقرير، يجيب خبر جديد له علاقه بالماده. انا اقرا اتعلم ايضا من الملاحظات اللي تجي، يجوز يجي سؤال انا ما اعرف له، نروح نبحث عنه هذا الحل، وبالتالي انا اتعلم وطالب يتعلم. قصد ان الكلاس مالتنا خليه يعني ما دام هي ساعات فرض علي وعليكم خلال هذا الكورس خلونا نتعلم بيها. فلهذا الاشياء تنطرح، الرسومات، الاتجاهات، التعريف، المصطلحات، طبعا لازم تقرون تتعلمون تحفظوها، لان قلت لكم هاي الماده ماده رئيسيه. المصطلح اللي راح يمر عليكم الان هو مصطلح مهم جدا وراح يظل يتكرر عليكم اذا انتم قررتم تصيرون مهندسين من صدق وتشتغلون بالنتورك كوميونيكيشن او النتورك كونفيجريشن او النتورك مانجمنت اللي هي اساس
النتورك ديبارتمنت اللي انت دخلتوا بيه، لازم من هسه تتعلمون المصطلحه. اما اذا اشتغلت وياي بطريقه هذا دكتور احفظه زين، هذا 4 صفحات لخص لنا اياها زين، عافيه هذا المقطع كبير ممكن تشيل نص المقطع، لا يعني ما احس نفسي عباره قاعد ابتدائيه ويريدون يخلصون القراءه بسرعه ويروحون في ماله. اوكي، فانا حاب اتعلم من عندكم ايضا، وحاب ان شاء الله نوصل على المعلومات. الداتا فلو معناته تلاحظون اني كل كلمه بالانجليزي دا اترجمها، مو اترجمها حرفيا مثل جوجل ترانسليتر، وانما دا احاول اعطيكم التكنيكال مينينج، المعنى الفني او التقني لهذه الجمله او لهذه الكلمه على ما تظل ببالكم ان شاء الله. عندنا بالنسبه للداتا فلو، داتا فلو هو معناته تدفق البيانات او نقل البيانات او اتجاه سريان البيانات او كيف تنتقل البيانات، الفلو مالتها اللي تصير شلون. انا قبل شويه وضحت لكم الكومبوننت للكوميونيكيشن سيستم، وقلنا انه هو متالف من 5 شغلات، اللي هو سندر ريسيفر، المسج قبل المسج كان ترانزميشن ميديا ومسج، بعدين قلنا البروتوكول، البروتوكول اللي هو يتحكم بكل كومبوننت الاربعه السابقه، يتحكم بالسندر والريسيفر والترانزميشن ميديا وبالمسج. اوكي، هنا راح نحكي على الداتا فلو. الداتا فلو شنو؟ شلون تنتقل البيانات بيا اتجاه؟ عندنا هنا 3 انواع. النوع الاول هو هذا، هذا النوع الاول داتا فلو. لاحظ اتجاه السهم وين رايح؟ رايح من مين فريم للمونيتور، من هذا الاتجاه من هنا الى هنا، هذا يسموه سمبلكس او يسموه يوني دايركشن، باتجاه واحد. يعني انا البيانات تجيني باتجاه واحد، هذا مثل شنو؟ هواي شغلات مثل الكاميرات المراقبه، كاميرا تاخذ صوره وتدزها للريسيفر او يسموه احنا دي في ار يسجل. هذا اتجاه واحد، ما عندنا بعد اتجاه ثاني. فهاي انت الكوميونيكيشن ديفايسز، التواصل بيانات بها اتجاه يصير. مثل الريموت كنترول والتلفزيون. اتجاه واحد بين الريموت كنترول وبين التلفزيون، التلفزيون ما ينطر الريموت كنترول. باتجاه واحد هذا. اوكي؟ هذا يسموه سمبلكس. هذا النوع الاول. النوع الثاني لا، اللي يصير به شنو؟ تو دايركشن. هذا الاتجاه الاول، اكو اتجاه رايح واكو اتجاه راجع. ولاحظ هاي الكلمه هاي سميناها ستيشن، ما سميناها سندر وريسيفر. ليش؟ من يجاوبني؟ نعم بسأل سؤاله. هذا سميناه ستيشن وستيشن، ليش ما سميناه سندر؟ استاذ هذا حال الجهاز اللاسلكي اللي يستعمل بالشرطه، انه يحكي والبقيه يسمعون بس ما يقدروا يجاوبوا نفس اللحظه اللي يحكي بيها، لازم يخلص يلا هو يقدر يحكي. وياك انت شطتنا مثال وعاشت ايدك، بس انا سؤالي انا سؤالي ليش ما كتب على الرسم سندر؟ هو الجهاز اللي يحكي هو راح يرسم المعلومات، ليش ما كتب عليه سندر؟ ليش سميناه ستيشن؟ نعم حيكون ارسال واستلام. من هم الرسالة والاستلام؟ سمعت كلمة رسالة والاستلام بس من هم هي اللي قالتها؟ منو قال رسالة والاستلام؟ أنا يا عبد الكريم؟ نعم يعني ما حيكون فقط ارسال مثل المثال القبلي. أحسنتي، عاشتيدك. أو يكون استلام فقط. عاشتيدك، كلام صحيح. بالفعل، ليش؟ لأن احنا هنا الجهاز مالتنا راح يشتغل بالشغلتين سوا بنفس الوقت، مو بنفس الوقت، خلينا نقول بنفس ال يعني نفس الكوميونيكيشن سيستم، راح يكون هو سندر راح يكون هو ريسيفر. اوكي، فبالتالي سميناه ستيشن. بالمثال القبلي كنا محددين باتجاه واحد، نقول انت سندر انت ريسيفر، اما هنا راح يصير هو هذا الجهاز راح يكون هو يرسل، ومثل ما قال زميلكم هنا الفرق بيناتهم انه انت الميديوم ما يسمح لك انه ترسل وتستلم بنفس الوقت. يقول لك انا طريق سايد واحد، سيارات يا اما تروح بهذا الاتجاه او يا اما تجي بهذا الاتجاه. فلهذا يستخدمون الجهاز اللاسلكي بهالطريقه، انه اذا ملاحظين اللي يريد يتكلم باجهزه اللاسلكي اول شيء ينادي الطرف الاخر يقول له ارسل، يعني يلا احكي،
ذاك يظل يحكي سيارة فاتت منها رقمها كذا كذا ما أدري شنو هاي، وين يخلص يقول له استلمت، ذاك بالجهة الأخرى يقول له استلمت يعني وصلت رسالتك أو وصلت المسج اللي أنت تريد تدزها، وبعدين هو يجي يدز له. لاحظوا وياي حتى كلمة يعني بهذا المثال اللي ضربناه للأجهزة الأمنية، حتى بهذا المثال إذا تلاحظون بالبداية من اللي يريد ينادي ينادي مثلا يقول له كاف تسعة كاف تسعة، الطرف الآخر يقول له نعم، وبعدين هو يحكي بعدين يقول له استلمت، هذا اللي هو البروتوكول، هذا جزء من البروتوكول. مو قلنا قبل شوية رولز، يعني هم حتى اللي ينادي واللي يستلم أكو بيناتهم رولز، رولز قوانين. يقول له أنت قبل ما تريد تحكي نادي على الوحدة اللي أنت تريدها، الوحدة هذا القانون الأول، القانون الثاني إذا جاوبوك يلا تبدي تحكي المسج مالتك، والقانون الثالث إذا حكيت وتريد تتأكد أن الطرف الآخر استمع إليك واستلم المسج قل له استلمت، ذاك يلا يقول لك استلمت يلا. فبس إيش حبيت أوضح لكم أنه مسألة يعني الرولز اللي موجودة كل مكان. فهذا الجزئية أو هذا الجزء من السيستم نسميه half duplex. أوكي half duplex زين. شنو الفرق عن الفول دوبلكس؟ الفول دوبلكس يحنى انه تكلم والاستلام بنفس الوقت مثل وسائل النصية استاذ. يعني الفرق شنو الفرق بين الهالف دوبلكس والفول دوبلكس؟ الفرق انه direction of data all time، يعني انا اقدر ارسل واستلم بنفس الوقت، اللي هو هذا صار عندنا اليوم بالموبايلات، وهسه مثل ما احنا نشوف هسه بالزوم مرتبطين مع بعضنا البعض، الأجهزة المرتبطة بها حاسبات أو موبايلات بيناتنا، لكن إحنا إذا نحكي إذا نستخدم تقنيات يعني يجوز ناس رابطة 3G، ناس رابطة واي فاي، ناس مستخدمين إنترنت بروتوكول، لكن إحنا ما نحكي ونستلم في نفس الوقت. أوكي؟ يعني نقدر نقول عليه send و receive. إيه هو اثنيناتهم يتيحان هذا وهذا، اثنيناتهم إن شاء الله send و receive، لكن الفرق مالتهم إنه هذا يعطيك كل الأوقات بنفس الوقت، يعني بنفس الوقت تقدر تحكي تستلم، أما هذا لا، داتا تايم 1 ترسل تايم 2 تستلم. أوكي هذه هي النقطة الرئيسية بالفرق بيناتهم. زين أوكي النتورك، تعريف النتورك، احنا اليوم نقول نتورك كوميونيكيشن، نتورك نتورك انجينيرينج، شنو معنى نتورك؟ نتورك شبكة، ويختصرون هاي النتورك بكلمة كلش حلوة هم تعلموا تحفظوها، هي set of devices. زين set of devices often referred to as node، وأحيانا هاي devices نسميها نودات. ليش نود؟ لأن احنا ما نعرف هذني الأجهزة هي شنو المرتبطة، يجوز لابتوبات، يجوز موبايلات، يجوز سيرفرات، يجوز set من الكاميرات، يجوز كاميرا وحاسبة، يعني ما نعرف شنو هاي، بس احنا نعطيها لقب نود. نود يعني نقطة مرتبطة بهاي النتورك، من تربط هاي النود داخل النتورك راح نتواصل وياها كوميونيكيشن لينك، لينك هو رابط، هذا الكوميونيكيشن لينك رابط الاتصالات، والنود كان بي كمبيوتر برينتر اور اني اذر ديفايس كابيبل اوف سيندينج اند اور ريسيفينج داتا جنريتد باي اذر نودز اون ذا نتورك. يعني هاي احنا النود اللي نربطها قلنا ممكن هي ممكن بس تستلم أو ممكن بس ترسل أو ممكن ترسل وتستلم. يعني أنا مثلاً بخلي بالنتورك مالتي طابعة، الطابعة بس أرسل لها أقولها برينت تطبع، رابط طابعة. أنا اليوم أشتغل بشركة وعندي 20 موظف مثلاً بأربع أقسام، ما يحتاج أشتري 20 طابعة لهم كلهم، أشتري طابعة واحدة وأعرفها وأربطها بالهاب أو بالسويتش اللي موجود بالنتورك، وأعرف أشير التعريف مالتها على كل حاسبات الموظفين، وكل واحد شو وقت ما يريد يطبع يطبع بها مباشرة، ما يحتاج اللي الموظف اللي يريد يطبع يشيل الشغلة اللي يريد يطبعها على فلاش ويروح على حاسبة واحدة مرتبطة بالطابعة، لا أنا أشير التعريف مالتها ويا كل الحاسبات. هاي الطابعة هي نود دخلت بالنتورك متواصلة بكوميونيكيشن، وشغلتها هي بس تستلم، تستلم جهاز تطبع، أو بالعكس أنا جايب كاميرا رابطها أو رابط سكانر، هذا شغلته لا اتجاه واحد، يعني آخذ الداتا ويوصلها الى الى يعني النتورك اللي هو مرتبط بيها، او جزء تكون حاسبه او جزء تكون كاميرا لكن بيها موتور معين
يعني موتور يحركها يمنى يسرى، فبالتالي ارسل لي عاز انه احرك الكاميرا وارسل منها صور تكون سيند ورسيف. فلهذا انا النود تكون موجوده عندي بالنتورك، تحفظون هذا الكلمه، تحفظون شنو معنى كوميونيكيشن لينك، تعرفون شنو معنى نتورك، ونجي نتخصص بالينك كان بي كيبل، يعني كيبل ممكن يكون هذا اللي يسموه كات 5 وغيره، اير او عن طريق الهواء نشتغل بالوايرلس، اوبتيكال فايبر اليوم احنا زين نشوف بدت حتى يوصل للبيت الانترنت بالاوبتيكال فايبر، اور اني ميديوم ويش كان بس او اي طرف ناقل، لكن هذا الشرط لازم يحققه. اي شيء يريد يصير طرف ناقل بين النودات بالنتورك لازم يحقق لي هذا الشيء اللي هو شنو كان ترانسبورت سيجنال كارينج انفورميشن. يعني الطرف حتى يصير طرف ناقل لازم يكون عنده القدره على نقل المعلومات بين الاجهزه الموجوده. اوكي زين، هذا يعني التعريف الرئيسي او اللي نريد احنا نوصله للنتورك. بس الان عرفتوا شنو نتورك، عرفنا شنو كوميونيكيشن، عرفنا شلون نسوي سيستم، عرفنا الداتا فلو اللي موجوده. زين النتورك كرايتيريا، انا الان ورا ما سويت النتورك مالتي حددت الاتجاهات لازم اجي اقيم هاي النتورك مالتي. شلون اقيمها؟ يعني انا اليوم فرضا انت طلاب، بس ما شاء الله حضوركم يعني بدوني 40 طالب، انتوا ال 40 طالب اليوم طلبت منكم تسوي لي نتورك لكليه الهندسه، عندي اربع طوابق وعندي كل طابق خلينا نقول فرضا 20 قاعه، اريدكم تسوون نتورك كامله تربطوها كلها، خلينا نقول مثلا بكل قاعه مو مالت حاسبه وانما اكو جهاز مال كارت ريدر يشيك لي الطلاب اللي يطبون، كل طالب يطب يخلي مالته عنده في هويه معينه يمشيها على الكارت يقرا حضوره ويدخل، اريد اسويها على كل القاعات، واريد حاسبه بكل طابق اقدر من اطب على الحاسبه اكو سيستم اطب عليه اشوف عدد الحضور عندي بكل الطوابق، واريد حاسبه يم العميد من يدخل عليها بالسيستم يشوف الحضور بكل الطوابق وبكل الكليه. فهاي في نتورك معينه. من اجي اطلب من عندكم تشتغلون؟ خلينا نقول قسمناكم مثلا اربع جروبات، كل جروب 10. من الافضل؟ يا نتورك افضل. بعدين بنريد احنا نقيم النتورك الاولى لا الثانيه لا الثالثه، شنو معايير التقييم بيناتهم؟ معايير التقييم بكل بساطه هي لازم نحددها من البدايه على مود اني كمهندس اعرف الشغل شلون يصير. اولا البيرفورمانس، شنو معنى بيرفورمانس؟ اداء النتورك depends on network element measured in terms of delay و throughput. اداء النتورك من اجي اشغلها، يلا اوكي شغل النتورك، الديلي معناته التاخير، يعني اني من ارسل مسج ايش قد اطول يلا توصل. زين والثروبوت هو معناته هسه ناخذه لاحقا ان شاء الله، الثروبوت معناته كميه البيانات الصحيحه اللي توصل، يعني ما بيها تشويه، ما بيها تشويش، ما بيها ضياع، نفس البيانات نخليها توصل نفسها، لان مرات مثلا انا ارسل ميجا من الداتا توصل ميجا من الداتا، لكن من افتح الفايل القاه كوربتد فايل يسموه، او فايل مضروب او ما يشتغل. تجي تقول لي انا دزيت لك اياه، انا ما لي علاقه، انا كوميونيكيشن، انت قلت سندر ورسيفر، انا دزيت لك اياه. اقول لك لا، انا عندي معايير تقييم مال السيستم مالتك ديلي اند ثروبوت، هذا مو ثروبوت، هذا ما يعتبر عندك، يعني مو قصدي مو ثروبوت، قصدي هاي بالثروبوت تقييم الثروبوت، هاي الحاله اللي صارت انه دزيت لي انت البيانات نفس الحجم لكنها طلعت مضروبه معناته الثروبوت مالتك صفر، راح تاخذ صفر. اوكي الريلايبلتي، الريلايبلتي هي الموثوقيه اللي شلون يصير فيلر ريت اوف نتورك كومبوننت ومجرد ان تيرم اوف افيلابيلتي روبوستنس، يعني اني ايش قد اني اذا صارت عندي يعني قوه وموثوقيه بهذا السيستم، اذا نود انضافت نود انحذفت يعني شنو مقدار الموثوقيه اللي راح يصير به، واللي هو يسموه فيلر ريت، فيلر يعني فشل، معدل الفشل اوف نتورك كومبوننت. اذا نود من نودات حاسبه من الحاسبات طلعت من النتورك، اعرف اني لو ما اعرف كادمن هذا السيستم شلون تصير الامور. زين ميجرد ان تيرم اوف افيلابيلتي التوفر، والروبوستنس اللي هي شنو؟ اللي هي القوه، روبوستنس القوه للسيستم.
واخيرا واحده من الكرايتيريا المهمه جدا ايضا هي السكيورتي. تعرفون السكيورتي مهمه جدا، الداتا بروتكشن اجينست كوربشن اور لوز ديو تو ايرور او مليشوس يوزر. يعني انا السكيورتي نقطه مهمه جدا في السيستم اللي يخليه انه انا كادمن، ادمن يعني مدير النتورك اللي قلنا مثلا العميد او موظف في كل طابق، من تجي البيانات هل هاي البيانات صحيحه؟ لو اكو واحد اخترق هذا السيستم وياخذ البيانات ويغيرها، او مو بس المخترقين، او تكون بها ايضا ايرور في بعض الاحيان ايضا يعتبر ثريد او تهديد للسكيورتي. فبالتالي يعني هاي المعايير الرئيسيه اللي انا يعني على ضوءها اجيب ورقه وقلم واجيب السيستمات اللي انتم مثلا قلنا لكم كل 10 طلاب يسوون سيستم، انتم 40 يعني اربع كوميونيكيشن سيستم سويتهم، اجي اجيب ذني السيستمات اللي انتم سويتوها واجي اقيم، اقول سيستم الجروب الاول بالبرفورمانس من شغلنا كان عندهم ديلي او لا ما كان عندهم ديلي، عندهم ثروبوت كان عالي ثروبوت قليل، عندهم فيلر ريت الافيلابيلتي السكيورتي. طبعا هذا احنا نحكي بالواقع الافتراضي والطريقه الحاليه هو هذا الكلام، لكن احنا ايضا نضيف عليه كرايتيريا. منو يقدر يقول لي شنو الكرايتيريا الاخرى اللي ممكن اضيفها وايضا اقيم السيستمات الاربعه المطلوبه منكم؟ شنو بعد لازم اضيف برايكم؟ سهوله الاستخدام. بعد انتم مهندسين ومطلوبين مطالبين تقدمون السيستمز، شنو الشغلات اللي اقدر اللي انتم برايكم تشوفوها لازم ايضا انا اخليها بمعايير التقييم؟ شو تقولون؟ الكلفة. نعم الكلفة. الكلفة اي بالضبط، التكاليف. التكاليف الموجودة، التكاليف هنا أنا تجي تغطي شنو برأيك التكاليف شو تغطي؟ يعني تقليل النودات مثلا، الأجهزة. اي يعني التكاليف هنا أنا تكاليف تدخل بها عدد النودات، تدخل بها اماكن النودات اللي راح اخليها، تدخل بها ادوات الربط اللي هو الترانزميشن ميديا، شو راح اخلي؟ راح اجيب كيبلات وافيش الكيبلات بين النودات، لو اجيب واي فاي اجيب كل قسم كل طابق اخلي داتا سنتر خاص بكل طابق، لو اجمع كلهم داتا سنتر واحد. هنا تجي المهندس ولعبته في تقليل التكاليف او زياده التكاليف. يجي واحد يقول انا احتاج اربع راوترات كل طابق اخلي راوتر، يجي واحد يقول لا انا احتاج راوتر واحد، واحد يقول مو راوتر واحد يعني معناته الوايرات عندي راح تزداد، اذا خليت الراوتر كله مكتب العميد بالطابق الخامس وانزل كيبلات لكل الطوابق معناته من ذاك الراوتر راح اطلع ما لا يقل عن 300 كيبل على مود اوزعهم بكل القاعات، فرضا قلنا بكل طابق لا مو 300 خلينا نقول 100، كل طابق مثلا 25 نود. زين يجي واحد يقول لا انا اربط، فتجي هنا لعبه المهندس الشبكات شلون هو يسوي الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن معناته يحقق اكثر شيء باقل شيء باقل التكاليف اللي هو احنا دكتور بعد هم الباك اب لازم اي خلي يسموه احنا بالمصطلح الهندسي يسموه خبز باب الاغا، حار ومقسم ورخيص اللي هو مو موجود هالشيء، شيء على حساب شيء. الباك اب معناته راح تجيب داتا سنتر وتخلي جديده ثابت ثانيه، وعندك الكهرباء يحتاج سيرفر يحتاج يو بي اس يشتغل 24 ساعه ومنظومه تبريد، والباك اب ايضا يحتاج يو بي اس ومنظومه تبريد. فتجي هنا تحسب التكاليف الربط اللي يصير، هاي كلها لازم تحسبها. فلهذا تشوفون الشركات من تريد تدخل على بنايه او مؤسسه او وزاره وتريد تسوي لها ربط، اول شيء تاخذ الخريطه وتحدد يا اماكن راح تخلي هاي النودات شلون راح تربطها، وتبدي هي تشتغل على ما تحسب التكاليف اللي يسمونها الكلفه التخمينيه الرئيسيه للمشروع، ويخلون عليها زائد ناقص 10% على مود خاف يصير شيء تغييرات بالمشروع، يجي مثلا مدير المشروع يقول لا انا هنا احتاج نودات اثنين، اريد كاميرات واريد برنتر واريد سكانر واريد حاسبه مثلا، فتكون انت بالسيف سايد. فهاي هي النتورك كرايتيريا ايضا، انه هاي النتورك مالتك انا يعني ينزل تندر او طلب وانت تجي تريد تقدم من ستتعلمون ايضا لازم تحسبون او تتعلمون شلون تختصرون بالتكاليف
بس مو بطريقة اختصار انه تأثر على السيستم وعلى الجودة مالتك، لا، لازم انت قلنا اوبتمايزيشن تحرص على تحقيق اهم الاهداف اللي هي انه الديلي ما يصير عندك، ما يصير عندك ديلي، الثروبوت لازم يصير عندك عالي، فيلر ريت ما يصير عندك، اد ريسيف يصير عندك بسهولة جدا ما تأثر على السيستم، ايرور ماكو عندك، يوزر واللي يسموه بريتش الاختراق والانترودرز والفرود والاحتيال كلها ما يصير عندك لازم، وبنفس الوقت نجي نحرص على التكلفة. فهذا بكل بساطة اللي احنا نريد نحكي به ونريد نوضحها في مسألة النتورك كرايتيريا. اوكي زين، الفيزيكال ستراكشر، الفيزيكال ستراكشر اللي هي البنية الفيزيائية او الهيكلية الفيزيائية اللي موجودة عندي، انا عندي طريقتين او انواع من الرابط اللي هي type of connection طريقة الرابط، يا اما راح تكون point to point، يعني هسه نشوفكم الصورة مالتها point to point single transmit and receive single transmitter and receiver او multi point multiple recipient of signal transmission، يعني point to point طريقة الconnection انه يكون حاسبة او بعد قلنا ما نقول حاسبة وشي نسميها نود، نود مقابل نود والوسط الناقل بيناتهم ثابت point to point واحد الى واحد، مثل اثنين يتناقشون اثنين يسولفون point to point ماكو بيناتهم اي شيء اخر، او multi point، multi point يعني اكثر من نود تنتقل بيناتهم البيانات بنفس الوقت، هذا بالنسبة للتايب نوع الكونكشن. اما بالفيزيكال توبولوجي او الهيكلية الفيزيائية الموجودة راح يصير كونكشن اوف ديفايسز والتايب اوف ترانسميشن يونيكاست مالتيكاست برودكاست. هاي اتوقع اذا عندكم مجموعه من الطلاب ياخذون كورسات سيسكو او ياخذون كورسات هواوي يعرفون شنو الفرق بين اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست، هاي راح اخليها عليكم، حاولوا انتم اليوم تطلعون الفرق بين اليونيكاست، خلينا ننشر عليها، طلعوا الفرق بين اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست، شنو الفروقات بيناتهم. اوكي شوف شنو ذني، طبعا انت صف ثالث مثل ما نصحت المرحلة اللي قبلكم واللي قبلكم، حاولوا من هاي السنة ان شاء الله انه تتخصصون وتاخذون شهادة بسيسكو، تقرأ تقدر تقرأ من البيت، ما يحتاج تسجل بدورة، المنهج موجود، السيميليشن باكت ريسر موجود فري، اقعد بالبيت اقرأ او قعدي بالبيت اقري وتقدرون تمتحنون هواية اماكن على متحضر الشهادة، يعني هي هاي شغلكم، اللي يريد يتعلم يدخل بعض الاتجاه، فاللي هي راح تدخلون يعني more details تدخلون insight بالعمق أكثر في مجال يعني مجال الشبكات سواء كان سيسكو على الأجهزة الأمريكية أو هواوي على الأجهزة الصينية. أوكي حتى تعرفون شنو الكلام اللي يصير وشنو اللي يصير. نعم نجي نشوف هاي شلون صار الأمور، هذا point to point ستيشن وكو ستيشن وكو لينك، لاحظوا قلنا ستيشن سيند ريسيف واللينك هو الترانزميشن ميديا، واضح رابط الاستلام. اما اذا صارت اكثر من ستيشن فهذا راح نسميه المالتي بوينت. التوبولوجي اللي عندنا الفيزيكال توبولوجي عندنا الميش ستار باس لينك، واتوقع انتم ماخذيه سابقا، الميش هو هذا زين، الميش معناته مجموعة من الستيشنز مربوطة، لكن طريقة الربط انه كل ستيشن تقدر توصل لكل الستيشنات بنفس الوقت. ركزوا وياي هنا شباب وبنات، ركزوا وياي مصطلح كلش مهم، الميش قوي جدا يعطيك ربط لكل الاجهزة. ليش يربطونه بهالطريقة؟ لسبب رئيسي صار من ايام الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، قبل كان الربط مثلا من هاي لهاي ومن هاي لهاي بهالطريقة، هذا اللي هو الرينج هسه اشوفكم اياه، لكن شافوا انه يصير مشكلة. مشكلة شنو اللي يصير؟ انه اذا هذا فقد الاتصال ويا هذا معناته ما راح يقدر يوصل لذني كلهم، يجوز يقدر يوصل لهاي طريقة عكسية لكن ما راح يوصل لهاي، يوصل لهاي لكن ما راح تقدر تدز المسج لهذا، فشلون يدز المسج لهذا الستيشن؟ يعني المسج من هذا الى هذا شلون راح توصل؟ هو فقد الاتصال. زين اذا فقد اتصال منها اهميه شلون؟ فيخلون خطوط بديله اللي هاي الستيشن
هاي ستيشن منها مثلا يقدر يجي يوصل له. اوكي زين، او بطريقه ثانيه يجي يوصل له مثلا زين. فهذا مساله المش، انه اني اوفر بالمختصر المفيد طريقه المش، اوفر اكثر من طريق اوصل بيه للستيشن اللي اريدها. ينضرب عندي هذا الخط عندي خط ثاني، ينضرب عندي هذا الخط عندي خط ثاني، مثل ما اكثرنا يسوون الان يعني مساله الكهرباء بالبيت. شوف عنده خط وطني ومولد، على مين ما تجي الكهرباء يقدر يجيبها اكثر من خط زين. فهذا المش، ايش برايكم شنو اذا هو هيك كل زين، لا شنو السلبيات مالته؟ هذا الكلفة، التكلفة العالية صار عندنا في إدارة. عندنا النوع الثاني اللي هو الستار، هذا الستار اللي هي طريقة النجمة أو الطريقة النجمية. عندي هاب مربوطات كلهم بالهاب زين، أنا ماكو رابط بين الكونكشنز اللي يروح يرجع للهاب ويرجع مباشرة. عندنا طريقة الباص، هذا الباص شوفوه ايضا بهاي الطريقة. هذا كيبل رئيسي، هذا الكيبل اللي تدخل به يسموه توكن، او يسموه اي توكن رينج، اللي هي عبارة عن شلون السيارة اللي تدخل بها المسج. فهاي ستيشن 1، انت تريد ترسل ستيشن 2 تقول له للباص دز لي السيارة مالتك، صعد بها الداتا، تروح تمشي منها وتصعد. وما دام هاي بتمشي هنا الباص كله يكون مشغول، يعني هذا ما يقدر يرسل الا هذا يخلص الاستلام، يلا يطلق صراحة هاي السيارة تنزل بالباص، يجي واحد يطلبها جيب هاي السيارة قل بيها وتروح. هاي التقنية قديمة جدا لكنها كانت موجودة، لازم تعرفوها، ويجوز في تطبيقات معينة تكون ذات فائدة. هذا الباص. عندنا احنا ايضا الرينج توبولوجي اللي هي قريبة من الباص نوعا ما، لكن مرتبطات بطريقة حلقية. الرينج اللي هي الطريقة الحلقية نفس الفكرة ونفس الترتيب. نعم. أما هذا الهايبريد، هذا شغلة كلش مهمة، إنه ممكن أسوي شيء هجين. هايبريد يعني هجين زين، هايبريد هجين يعني الهجين شنو يعني؟ يعني أنا دامج تو توبولوجي مع بعضها البعض. مثلا هذا هو ستار بالباك بون، يعني العظم أو يعني مو معناته هذا العظم بالجهة الأحيائية والتشريح، لا الباك بون يعني الهيكلية. الهيكلية شلون احنا نقول يعني مثل ما يقول هيكل عظمي، يعني ما اقصد عظمة واحدة، لكن الهيكل الرئيسي الباك بون، الهاي ستراكشر اللي موجودة هنا الباك بون هذا. اوكي هو 3 باص نتورك، عنده 3 باص، لكن لاحظوا هو مرتبط بالهاب طريقة شنو؟ بالستار. فهنا صار عندي ستار باك بون و 3 باص، يعني هو بالاصل هيكليته على شكل ستار، لكن كل خط من ذني الستار هو مرتبط بطريقة يعني الباص اللي مثل ما شرحت قبل شوي. اوكي شباب يعني هاني لهنا انا راح اتوقف ان شاء الله بهذه المحاضرة. وهذا تشابتر 1 هو تشابتر كلش لطيف وكلش سهل، لانه هو يحكي على الانترودكشن الموجودة. فاحنا هنا نوقف ان شاء الله بهذه المحاضرة، اتمنى ان شاء الله استفاديتوا منها. واللي عنده سؤال او استفسار يحب يتفضل، اهلا وسهلا بيتفضل. دكتور بالنسبه للفرق اللي تريده بين يونيكاست والبرودكاست والمالتيكاست، نعم. يعني بس بمجرد بلستو بالخاص، لان هو اليونيكاست تعرف انه من نقطه النقطه ثابته يعني، ونفس البرودكاست من نقطه النقطه ثابت، والمالتيكاست عده دومه، مثلا على مثال مالتي لاير سويتش والراوتر يكونون عده مالتيكاست، والبرودكاست اللي هو يشمل كل على نفس البودكاست واحد اللي هو سويتشات اللي لاير 2. بعد بي تفاصيل اخرى كلامك صحيح، يعني بس بس كمختصر انه هذا البودكاست حرحل من اللاير 2 سويتش، انه يكون كل الشبكه على بودكاست دومين واحد. انت حاول الفروقات تطوها، انطوها في طريقه البوينت تو بوينت، يعني كم واحد يرسل لكم واحد. البودكاست هو للكل والمالتيكاست أد إيه ماشي تكتب تامي، وده استفسر منك على هاي. نعم بس بهاي الجزئية، إنه باليونيكاست كم واحد يرسل لكم واحد، مالتيكاست كم واحد يرسل لكم واحد،
والبرودكاست كم واحد يرسل كم واحد، وبالطريقة أتوقع راح تصير الأمور أوضح. بعد شباب منو عنده سؤال؟ أنا ناسة. Broadcast message are sent to all stations in the network, where unicast message is only sent to one station. Okay, هذا البرودكاست البث للكل. Unicast إلى station واحدة. Multicast message are sent to a group of stations. أتوقع يعني هنا صار واضح. نقدر نطلع image توضح لي الفرق بيناتهم. مثلا هذا IP service. فيها لاحظون أني شلون شغلة شفتها، أبحث أقلب أروح للإنترنت أقرأ سريع شوف وين هذا الفرق. شباب هذا الفرق هذا IP support the following service one to one. مو قلت لكم نرجع عليها كم واحد لكم واحد. one to one هو اليونيكاست. أوكي هذا اليونيكاست. اوكي زين. بعد شنو عندي؟ هذا اليونيكاست one to all. شوف هذا اليونيكاست من واحد لواحد. هذا رسم واحد. البرودكاست لا، من واحد الى كل. البرودكاست اللي هذا احنا نسميه بث مباشر. برودكاست انه انت الان مثلا من تبدي لعبة كذا يسموه البث، بدأ البث المباشر البرودكاست. أوكي الإرسال بدأ اشتغل، كل الأطراف الموجودة كلها تسمع بنفس الوقت. ولهذا القنوات الفضائية تسوي برودكاست عن طريق الستلايت. الستلايت يرسل إلى كل الرسيفرات الموجودة، شكل رسيفر راح ينتقط الإشارة برودكاست. بالمناسبة هنا نقطة كلش مهمة خلوها ببالكم، هاي البرودكاست هو أساس حرف البي بهواية قنوات. يعني مثلا MBC فرضا MBC هي مختصر Middle East Broadcast Channel. عندنا BBC British Broadcast Channel. LBC لبنان Broadcast Channel. بث هاي شي معلومة زين. فهذا مسألة البث لأنه يشتغلون بالتقنية أنه يبث للكل. المالتيكاست مثل ما قال هنا يقول one to several. سيفرال يعني شنو؟ يعني عدد محدود، اللي هو بالانجليزي نقول عليه اقل من 10 يمكن. زين فهاي الفرق بيناتهم. اوكي بعد شباب اكو سؤال؟ ماكو سؤال. ناموا الشباب كلاسات وهنا بس ايش حاطين المايكات. استاذ وياك والله وياك موضوع صراحه بارك الله فيك استاذ. بس حاطين المايكات وكلهم دي يتريقون دي يلعبون. الله استاذ ما يستفادين شكرا. أما البنات يمكن دي خيطون دي يلعبون فرز المسلسلات ولا ما عايز يسمع. زين لا دكتور لا وياك دكتور. لا حبيت ما زح وياكم. أتمنى إن شاء الله المحاضرة يعني عجبتكم وأتمنى حصلتوا مجموعة من المعلومات. إن شاء الله المعلومات قلت لكم تبنون عليها أساس أنتم إن شاء الله مهندسين ومهندسات إن شاء الله. فهاي المعلومات أرجع وأذكركم إنه هي معلومات رئيسية. آخر شغلة أريد أقولكم عليها هو هذا إنه الكتاب المنهجي مالتنا هذا اسمه بهروز فروزان اللي مختصر مالته فروزان. هذا الكتاب المنهجي رفعت لكم إياه بالكلاس موجود عندكم داتا كوميونيكيشن. محاضرتنا كانت هي ضمن شابتر 1. الجزء اللي بقى من شابتر 1 راح أخليه عليكم لأنه هو جزء يعني فقط للشرح يعني تشوفون من عند الشغلات اللي انتم تتعلموها للاطلاع يعني خلينا نقول اللي هي حكينا على البروتوكول ستاندرد اللي هي الانترنت والبروتوكول والستاندرز والكاتيجوري اوف نتورك. هاي تكون تقروها تتعلموها حتى ان شاء الله بالمحاضره القادمه الاسبوع القادم باذن الله نبدا بشابتر 2. احتمال كبير نبدا بشابتر 3 قبل ال 2. انا دائما هيك اسوي لان بالنسبه لمستواكم اشعر انه شابتر 2 ممكن يكون شويه ادفانس
فابدي بالثري، احتمال نبدي بشابتر ثري بس يكون شابتر وان عليكم. الطريقة اللي أنا أذكركم بها طريقة القراءة وياي، أنا أريدك تفتهم، ما أريد تدرخ، ما أريد بغبغاوات، أريد تحفظ. أوكي أي كريدت إليك عشان نقاط إيجابية، بس أنا يعجبني الطالب، يعجبني الطالب اللي تفتهم، اللي يقول على كلمة رسم كذا تعرف شلون تحكي، تعرف شلون تشرح، لأن إحنا مهندسين، إحنا نفهم ونتصرف حسب ما نفتهم إن شاء الله. ختاما نسأل آخر مرة، أكو واحد عنده سؤال؟ دكتور. شكرا، واضح دكتور. واضحة جدا. بس أستاذ تفضلي. نعم أستاذ، إن شاء الله المحاضرة الجاية يصير الصوت أعلى. صوتي أعلى؟ لو صوتي أي. لا أستاذ صوتك، أنا دا عيط ترى، بس أنت بنص الصوت جزمية منك. لا أستاذ أعلى شيء باللابتوب. شنو وين أروح بعد يعني أنا بصف اللابتوب دا عيط. يلا أوكي أشتري لي مايك آخر ماشي. بعد شكرا أستاذ. بعد شباب بارك الله فيك. اوكي خلاص شباب، ان شاء الله نلتقي على المحاضره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى لكم تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه، وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.